حي على الصلاة. تبصير المؤمنين ببعض أخطاء المصلين. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حرصهم على تطبيق ما أمر به الله عز وجل. نعم، لنصلي كما رأيناه يصلي. لقد رأيناه يصلي صلى الله عليه وسلم، رأيناه بالسنة التي حفظها الله عز وجل. لا يحل لأحد كائنا من كان سمع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك فعله وتأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعد قول سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا لك الحمد والشكر، فيزيدون كلمة والشكر مع أن الله عز وجل لم يشرعها لعباده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله الله في اتباع سيد المرسلين، وما كان عليه الصحابة أجمعين. من أحب الله ورسوله فليطبق أمر الله ورسوله كما أمر الله ورسوله، ولا نختلف على ذلك ولا نبدل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصائر، علم ينتفع به.